هجوم أوكراني جديد على شبه جزيرة القرم اعترفت به روسيا، لكن روايتها اختلفت عن الرواية الأوكرانية. فكييف أعلنت أن الانفجار الذي استهدف جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر السكك الحديدية لاستخدامها في الأسطول الروسي في البحر الأسود. أما موسكو فأعلنت أن مدينة جانكوي في القرم تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة جرى إسقاطها وتسببت شظاياها بإصابة شخص. أين وكيف سترد روسيا على الهجوم على القرم؟ ينضم إلينا الآن من كييف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الدكتور ماكسيم يالي. دكتور يالي، مرحبا بك معنا. لافتة هذه المسألة بغض النظر عن صحة أي من الروايتين، ولكن أن تتعرض شبه جزيرة القرم مرة أخرى إلى هجوم بشكل من الأشكال، ما الذي يعنيه ذلك تحديدا؟ هذا يعني بأن أوكرانيا تستمر في تدمير المعدات اللوجستية في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وهذه هي الطريقة التي اتبعت العام الماضي والتي حققت نجاحا وأعطت نتائج جيدة. وأعني طبعا احتلال مثلا خيرسون والأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ 24 فبراير. فبعد أن دمرت القوات الأوكرانية المعدات اللوجستية، فالروس فهموا بأنهم لن يستطيعوا دعم قواتهم في خيرسون، ثم انسحبوا واتخذوا القرار بالانسحاب. الآن إنه نفس الشيء، فتلك محطة لوجستية، محطة سكك حديدية، وأقول بأنها إحدى الطرق التي كان الروس يرسلون عبرها الأسلحة للمناطق المحتلة في المناطق الجنوبية في خيرسون وزابوريجيا. إذن هي مناطق مهمة، ونحن نستعمل المسيرات الجديدة ونطبق هذه الاستراتيجية، ورأيناها الشهر الماضي تطبق حتى بالقرب من موسكو، وأثناء الأيام الأخيرة أيضا رأينا نتائج جيدة. إذن إنها الاستراتيجية للقرن 21، وطبعا لا يمكن أن نحرر الأراضي بالقوات لأننا نقدر حياة جنودنا، ولذلك فإننا نستعمل المسيرات التي تستعمل والتي تستعملها روسيا أيضا، وما تفعله القوات الأوكرانية هنا في روسيا في ضرب ليس فقط الأهداف العسكرية ولكن الأهداف المدنية. ولكن بالنسبة لأوكرانيا من المهم أن نستعمل هذا فقط ضد الأهداف العسكرية، كما أن الجيش الأوكراني يوافق على استعمال هذه الصواريخ لتدمير ما تنقل عبره الأسلحة إلى القوات الروسية. طيب دكتور يالي، اسمح لي على المقاطعة، لأنه أيضا أود أن أسألك عن الرواية الروسية التي صدرت عن حاكم هذه المدينة جانكوي في القرم، الحاكم الذي عينته روسيا يجب أن نشير. يقول أن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، تم إسقاط هذه الطائرات وشظاياها أدت إلى إصابة شخص بجراح أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي الرواية الروسية مختلفة كثيرا. كيف يعني تفسر هذا الأمر أيضا؟ من الواضح جدا، لو تذكرون ما كانت تقوله الدعاية الروسية قبل عام أو أكثر من عام، بأنهم سيحتلون كييف خلال يومين ثم 3 أيام، وأنهم على مقربة من تحقيق ذلك. فإنه يمكن أن نرى حتى الناس الذين رأوا قناتكم ويشاهدون قناتكم يتذكرون ما كان الروس يقولونه آنذاك. طبعا هم يريدون أن يقولوا إن القوات الأوكرانية فشلت، ودائما يقولون إن أنظمتنا الدفاعية ليست فعالة، ونحن نعلم أنها فقط دعاية وبروباغندا كما يقال، ونحن لا نكترث لما يقولون. أهم شيء بالنسبة إلينا هو أننا نضرب الشؤون أو المعدات اللوجستية، وهذا يقربنا أكثر لتحقيق هدفنا في تحقيق التحرر، لأنه
بعد طبعا الروس الآن مثلا عبر إعلامهم وعبر تيليجرام فإن الروس رأوا هذه الضربات والمسيرات الأوكرانية وهي تضرب أهدافها، ولكن الأهم هو الأهداف التي يضربها. طبعا الدعاية الروسية لا تعترف بأنها كانت أهدافا عسكرية، ولكن يمكن أن نرى بكل تأكيد فيديوهات تظهر بأنها كانت المحطة، محطة القطار الرئيسية، والتي كانت هدفا عسكريا مشروعا. وكما قلت هذه الضربات جيدة ودقيقة، وبالتأكيد هم يحاولون أن يقولوا بأن الأوكرانيين لا ينجحون. اسمح لي دكتور ماكسيم، لأن الوقت يعني شرف على الانتهاء، ولكن اللافت أيضا في هذا الهجوم أن وزارة الدفاع الأوكرانية وضعت هذه المعلومات على مواقعها، يعني نشرتها بشكل علني. في الماضي لم يكن الأمر بهذا الشكل، كان هناك تكتم أو عدم إفصاح عن بعض هذه الهجمات. كيف تقرأ التغيير في طريقة تعامل وزارة الدفاع الأوكرانية مع هذه الهجمات؟ كما تعلمون قبل يومين بوتين زار القرم وأيضا ماريوبول المحتلة التي دمرها والتي عائلتي وأصلي منها، وحيث كانت هناك القذائف، وطبعا عائلتي نجت بأعجوبة من الموت كما نجا الآلاف منها. طبعا زار القرم ليظهر بأن هذه الأراضي سيحاول المحافظة عليها وبسبب النظام الدولي والقانون الدولي، والتي كل حكومات العالم تتبعها، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا والسعودية وكل دول العالم. فالقرم، نحن لا نتحدث عن ماريوبول، هذه الأراضي تعود لأوكرانيا. لذلك فإننا طبعا نبدي بأننا لا نكترث لما يقوله بوتين بأن القرم هي أراض روسية، إنها أراض أوكرانية محتلة مؤقتا من قبل القوات الروسية، ولكننا سنحقق كل أهدافنا التي وضعها الرئيس زيلينسكي بأننا ينبغي أن نحرر كل الأراضي، أراضي أوكرانيا، ومن ضمنها القرم ودونيسك ولوهانسك اللتين احتلتا في 2000 والعام الماضي. إذن الأهداف كما قلت سنحققها. طيب، بما أنك أشرت إلى هذه المسألة، يعني الآن هذا يتزامن مع وجود الرئيس الصيني في موسكو، زيارة مهمة يقوم بها، وهناك خطة أو مبادرة طرحتها الصين لتسوية هذه الأزمة وهذه الحرب. برأيك هل ما طرحته الصين يعتبر مقبولا ولو في أجزاء منه على الأقل من وجهة نظر أوكرانيا؟ لا، بكل تأكيد، لأن الصين لم تقترح آلية مثلا لتحقيق أهداف. تحدثت عن وقف إطلاق النار، ولكن أين ووفقا لأي ظروف؟ طبعا كلها في مصلحة روسيا، فوقف إطلاق النار هذا يعني بأن أوكرانيا ينبغي أن توافق على تلك الأراضي التي احتلت العام الماضي. طبعا هذا غير مقبول من أوكرانيا. إذن ينبغي أن نبدأ فيما يقول بخطة هذه السلام، حيث إن الصين تقول إنها تحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وغيرها، وينبغي أن تعود هذه الأراضي إلينا بتحرير كل الأراضي، ولكن للأسف فإنهم لم يقترحوا ذلك في خطتهم، ولم يقولوا أمس ولا اليوم، ولم يقولوا أو لم يطلبوا مثلا الرئيس شي، لم يطلب من الرئيس بوتين أن يغادر تلك الأراضي وينسحب منها. طبعا
هناك خطوات معتبرة ينبغي اتخاذها لبدء المفاوضات وتكون مقبولة للأوكرانيين، ولكن للأسف فإن الإشارات والمقترحات ليست مقبولة، ولا أتوقع أن المفاوضات ستحدث قريبا، لأنهم الآن يتحدثون عن شروط كيف يمكن تحقيق السلام بعد أن يكون هناك ربما هجوم من قبل الجيش الروسي وهجوم معاكس من القوات الأوكرانية والتي تحضر لهذا الهجوم والذي تحدثوا عنها الشهر الماضي، ونحن ننتظر هذا الهجوم. وأظن ربما المفاوضة ستحدث حين لا يبدي الطرفان أي علامات بأنهم يمكن أن يحتلوا أو يحرروا أراضي، وربما هذا سيفتح بابا للمفاوضات وربما في الخريف، ولكن قبل ذلك أعتقد أنه من المستحيل بدء أي مفاوضات للسلام. والطرفان روسيا وأوكرانيا اعترفتا وقالت ذلك بأن وقت المفاوضات ليس قريبا من أجل السلام، والشروط ستقرر على أرض المعركة. شكرا جزيلا لك دكتور ماكسيم يالي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية، كان معنا من كييف.